إلى تونس الآن. فبعد أسبوع من هجوم سوسة الإرهابي، نظمت تونس مائدة إفطار جماعية على الهواء الطلق، حضرتها شخصيات من مختلف بقاع العالم وكذا ممثلون عن مختلف الديانات السماوية. تفاصيل مع مبعوثي تلفزيون النهار إلى تونس جمال الدين بوشا ووداد حمدي. حرب تونس التي أعلنتها ضد الإرهاب لا تزال متواصلة، فبعد مسيرة باردو التي حضرها ممثلون من مختلف الديانات والجنسيات، نظمت تونس مائدة إفطار دولية ضمت أزيد من 1000 شخص جاءوا من مختلف بلدان العالم ممثلين لكافة الديانات. بيسير احنا بلاد مسلمة، أما كنا متعايشين مع بعضنا، ما كانش عندنا مشاكل. يعني هذه الظاهرة الإرهابية باش نحاربوها، لازمنا نحاربوها بالوحدة الوطنية. لا كبار بفضلك في بلادهم يجيوا مرحبا بهم، كما الجزائري كي التونسيه، ما فماش كي التوانسه، ما فماش اجراءات ضد، فما اجراءات مع. تكفي التظاهره هذه مدام لترويج للسياحه. لا هي 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 معناها رساله حبينا نبعثوها من ممكن رسائل اخرين نبعثوهم. مازلت ثم تظاهرات اخرى من نوع هذايا؟ مازلنا ما نعرفوش تو، مازلنا اول حاجه هذه. حضور عائلات ضحايا حادثة باردو المأساوية كان فرصة لتمرير عدة رسائل إلى العالم، مفادها أن تونس في حربها ضد الإرهاب لن تفشل، خاصة وأن هذه المائدة مثلت فرصة تنتفي فيها كل الفوارق العرقية والدينية. هذه تعمل تظاهرة كبيرة في العالم، اللي الكل العالم الكل ضد الإرهاب، وتقيم رأس تونس والعباد الكل معناها فرحانين اللي الإرهاب يرخي. إن شاء الله ربي يعاوننا من فوق، وعندنا رجال وعندنا جيشنا يحميونا من الإرهاب. بعد أقل من أسبوع من حادثة سوسة الإرهابية، تخوض تونس حربها ضد الإرهاب المتواصلة، وهذه المرة بتنظيم مائدة إفطار دولية يحضر فيها جميع مكونات المجتمع الدولي ومختلف مكونات الأديان وممثلين عنها. لقناة النهار من تونس وداد حمدي.